الوغ اليوم اسمع باش نحاولوا باش نمشيو للحوت. اي رمضان كامل ما خدمناش بالحوت رانا. اليوم هكا انا جي بونسي قلت نعملوا شويه حوت، نخرجوا البارح جيجه والبارح لحم، انا في بوكو دو بلا معناها اللي هما احنا اليوم شو نقولوا نمشيو شويه حوت به الحوت راهو حوت بنين برشا. اي الحوت بنين وخفيف وقد ما تاكل منه ما تقلقش ومش قوي في الماكله وحاجه بنينه. الوغ احنا اليوم باش نخرجوا شويه على لي سوب نتاع تونس الكل. باش نعملوا اون غوسيت اون سوب فرونسيز هي اسمها لابويابيس. اسمها لابويابيس هي سهله، هي شي لابويابيس هي شربه تاع حوت. حتى هي شربه تاع حوت راهو مش بويابيس معناها حاجه صعيبه برشا. تاخذ كعيبه دوغات اسمها برك ريفيزيتي فوالا اسمها فوالا ريفيزيتي سي اون غوسيت فرونسيز فهمتني. الوغ تاخذ كعيبه دوغاد كاليبر كيما تحب انت فما حتى مشكله. تاخذ الطماطم بزيد طماطم حبه مغرفتين مغارف نتاع ماكله طماطم كونسونتري تحطهم مغرفه زيت ما يحبلاش الزيت. ومن بعد تحط ثوم حبلها بزيت ثوم تقليهم شويه ملح وفلفل اكحل وفلفل زينه ومغيفه كركم. هذه هي اللفاحه نتاعها. تقليهم تمرقهم بالماء السخون وقت اللي تغلي تزك الحوته هذيك تعملها شويه ملح وشويه كمون شويه فلفل زينه شويه كركم تعملها دوبل دوبل ايبيس معناها حبلها دوبل ايبيس فهمتني. وتحطها ترميها فك السوب هذيك تغلي تقعد تغلي تغلي بالكدا تغلي هكا حتى تيب بالكدا بالكدا تهزها بالمغرفة هكا منقوبة كل شيء فوالا وتحطها في صحن تحطها تبرد على روحها. انت السوب نتاعك فيوحة تشم فيها محليها كل شيء وفيها ثومها وفيها كل شيء ما عاد عندك حتى شيء. اونتخ طون انت اش تعمل تخليك الحوطة تبرد والسوب نتاعك طايبة تدفي عليها وتغطيها تخليها هذيك للعشاء. وتاخذ انت تعمل احنا اش قلنا باش نعملوا معاها طاجين ملسوقه. باش ساعة قبل طاجين ملسوقه باش نعملوا لو بلا نتاعنا نتاع العشاء نتاعنا شربه الحوت وباش ناخذوا معاها اكل الحوت اللي حطيناه هذيك. باش ناخذوا انت وشكون في الدار اربعه من الناس كعبتين حوت اكاهو خاطر رمضان ما يلزمنيش ناكلوا برشا وعندك تبارك الله طاولتك مشخشخه معناها كيما نقولوا احنا اربع من الناس كعبتين حوت سته من الناس ثلاثه كعبات ان بواسون بور دو بيرسون سي با انا جو في دي زيكونومي بوتيتر جو في دي زيكونومي مي اوسي خاطر هو لو بلا ما يتطلبش فوالا خاطر ديجا حوته هذيك خليتها تبرد قلت لنا دوغاد هكا دوغاد صحيح فوالا لو كاليبر مويان وكل شيء ناخذوا كعبات الحوت هذوك نحاولوا باش نعطيهم للحاويت يعملوا لنا ديفيلي ينحيوك اكل الكركاس الكل هذيك الكركاس سيت ما قلتلكش هذيك راهي باش نصمتوها في الماء باش الراس والسلسول صحيتك دينا هذيك تتصمت في الماء مع شويه ملح وتحطها من بعد تبرق بها زاد لا سوب هذيك سي تري امبورطون فوالا علاش احنا عملنا لو منيو اليوم بواسون باش نستغلوا الكركاس ما نلوحوهش نستغلوا الراس ما نلوحوش بون باش نغليوهم مليح وباش نسقيو بهم الحوت هذاك لو مومون وقت اللي احنا نقليو فك صوص نبرقوا بك الماء هذاك بون من بعد احنا هذاك ما مرقنا وحوته نتاعنا طابت وطلعناها لي فيلي دو بواسون نتاعنا فوحوهم شويه زيت زيتونه وقارص وملح وفلفل اكحل وكركم كمون لا 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 هذايا في الكمون ما في اللاسوب ويا بيس او مي نحطوا شويه كمون تاخذ انت شويه سبنيخ شويه جبن فوالا سبنيخ وجبن تخلطهم مع بعضهم تقص السبنيخ شويه على الاخر وتاخذك الحوت هذاك مفوح بالقاص وملح فلك حلو كركم وبزيت زيتونه حكوا بزيت زيتونه وحط بشخشخ وحط دون ان بلا بيريكس اللي يدخل هو للكوشه وانت تاخذك السبنيخ بالجبن وتحطه تعبيه فوقه هك تحط كل ربع كل شطر حوته تغطيها بالسبنيخ تغطيها بالسبنيخ مش باش تحط كوش دو 2 سنتيمتر معناها باش تحط شويه سبنيخ تحط ما تحطش برشا بون هذاك هو الحوت نتاعنا تحط هذيك في الكوشه
بويا بيستايبه بالكركاس وكعيبه حوت يلزم. علاش كعيبه حوت هذيك اللي احنا طيبناه وخرجناه؟ فوالا هذه فوالا البويا بيس نتاعنا. تاخذك الكعيبه الحوت هذيك تفترشها هكا معناتها تنحي لها كل الشوك نتاعها وكل شيء، واحاول باش تحطها ديفيلي ما تحطهاش فتفته تولي مش بنينه تولي حتى منظرها مش بنينه فوالا تولي منظرها خايب وكل شيء. انت لو طون هذيك تعملها كل شيء ترتاح منها. انت حوتك في الكوشه سوبك تايبه حوتها محطوط في وسطها وحوتك انت في الكوشه. تاخذ الخبز باجيت انت ما عندك من لافاي مخبي كان عندك خبز قمح. انا في قلت برك الله خبزنا بنين لك الباجيت على القمح يجي بنين. تشويه يفول لي فيغ بيان غريي معناها بيان دوغي الخبز، تعمل له هكا شويه زيت وشويه ثومك الخبز يبدا بنين وتحطه في الكوشه يتجمر انت لو طون يتجمر. ديما عندك شويه مايونيز في الدار نتصور عندك شويه مايونيز ما كانش اعمل فصيص عظم ومعاه شويه ثوم وخل وشويه زيت وتعملها بالباتور تولي لك شويه مايونيز في دقيقه راهو مش راح تعرف تعرف مايونيز. المايونيز هذيك نحط لها شويه هريس وسيم اليوم فما شويه هريسه فما شويه هريسه فما برشا طماطم فما برشا جو اليوم طماطم حاجه حرحره مززه اليوم شوية. اليوم عندك الهريسه يا حسام اليوم أيوة. في السوب بتاعك بون مش في السوب راهو تاخذ البايونيز تحط الهريسه تحط تخليها هذيك صحفه الهريسه محطوطه الخبز بتاعك قاعد يتبشمت في الكوشه هذيك طورت احنا منه سوبنا طايبه خبزه مبشمت البايونيز بتاعنا حاضره الحوت بتاعنا قاعد يطيب بارك الله ما شاء الله قاعد يطيب. احنا اليوم باش نكملوا ديما لو منيو بتاعك فروي دماغ باش نحاولوا نعملوا اليوم خاطر اجا نقول لك راه ما تنجمش تبلبس تعمل دجاج وحوت ولا لحم علوش وحوت ولا 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 اون فا فيغ اونيكمون دي بواسون معناها حاجه حوت وسورتو كيبدا المنيو حوت لازم يبدا ديما حوت اكاهو ما ناخذوش مع برشا حاجات فوالا. وشوف احنا تو ما عملناش برشا حوت راه قلت لك ان بواسون سي بور دو بيغسون معناها انتم فوزيت كات بيغسون سي دو بواسون تيغ تخوا حوته للسوب. احنا ديما للسوب نحبوها كونسيستون نحبوها قويه. علاش خاطر هو من الاول واحد يقول لك انا والله كليت السوب والبريكه ما عادش جيعان معناها تبارك الله تقنعت. انت هاكا باش نعملوا هذاك ناخذوا شطر حوته تاكلها تبدا بنينه تغزلها مزيانه عامله عليها جو نمشيوا اللي بعده. عندنا باش ناخذوا حتى 200 غرام شفغيت تو الشفغيت هكا مكدسه مش غالي صح مش غالي في متناول الجميع هكا حفينه شفريت تروح تقشرها تحطها بشويه ثوم وكركم وملح وفلفل اكحل تو لا في سوتي افيك دي زونيون بالزبده بالزبده هو بون خاطر برشا يعملوها بالزيت بالزيت بالزبده. واحنا الاذاعه احنا في الصحه نبداو ديما شويه زبده ديما خايفين من الزبده ما يسالش على خاطر دينا اليوم نعملوا شيشه زبده. نعملوا شويه زبده نحطوها هكا تعرف سوتي اكل الشفريت هذيك تبعوني مليح راهي روسيت بنينه طاجين بنين وفينو ياسر وبرشا ناس ما تعرفش تعملوا هو راهو بنا ويعملوه راهو بنين نتعلموه حاجه جديده. ناخذوا الشفريت ما فيهش روح في دقيقه راهو دوب باش تسيب لك الوحد نتاعو نخرجوه نحطوا جبن نحطوا معدنوس نحطوا العظم نخلطوه مش كي خلط 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 معناها هكا خلي اوموجين التخليط الطاجين راهو مش باهي يلزم ديما العظمه خليها مروبه في وسط الطاجين. كان عندك ريغوت ولا كريم فريش كريم فريش اللي تحب الزوز يمشيو فما ناس ما تاكلش الكريم فريش حطوا ريغوت. انت هو بنين بالريغوتا ما عندكش ريغوتا حط شويه كريم فريش ما عندكش هذوما الزوز حط شويه حليب خاطر يلزم شويه هكا اي هكاك شويه حليب نحطوا شويه حليب يدينا ونخلطوه ونعملوا احنا الطاجين الملسوقه نتاعنا. ما نعرفش كان حاضر مازال مش حاضر به الطاجين الملسوقه بالشفغات هذاك نحطوه ندوروه وذيك هو الطاجين نحطوه في الكوشه. ماكلتنا اليوم الكل غافيني الكل هافينو الكل خفيفه هكا ديجا عاود البريكه وعاود كل شيء وفي الفور الطاجين نتاعك في الكوشه ما عندكش حق باش تعمل بريكه اليوم نو تو با خاطر ديجا عندك انت طاجين فوالا ولا سوب نتاعك هي كيفاش لا سوب نتاعك تحط في صحنك تحط لك الخبز هذاك اللي انت شويته بشمته تاخذ مغرفه لا مايونيز بالهريسه اللي اسمها لاغوي 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 اسمها لاغوي تحط مغرفه من الغوي هذيك تحطها في صحنك وتبدا ثلاث اربع كعبات في صحن السوب ثلاث اربع كعبات من اللح تصب السوب وراه ياسر بنينه 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 على الاخر. طاجين الملسوقه هاو جي هاو خلطت هذايا اللي بالكرافات عاود لنا السوب كانت نجم يا سيف باش نزيدوا نفهموها هذيك هو صحن السوب نتاعك فوالا ريت الخبز اللي قلت لك عليها ومن الفوق تحط دو فرماج غابي سي سا لا بويا بيس هذيك هي لا بوستين روسيت فرانسيز اما احنا رانا في تونس نعملوها
لا انا نعملها ياسر بنين. ما نعملوهاش هكا، ما نتصورش نعملوها هكا لا. لا هكيك هي هكا يعملوها، فما دي فامي وي انا نعملها هكا بالغوي هكا المايونيز، ريتها كيفاش المايونيز تحسها موتارد بالهريسه. اي فوالا خاطر مايونيز، خاطر حتى تولي المايونيز عبيها بالهريسه، الهريسه الحمراء العربي فهمتني، تحرار واسمها لاغوي ولا والبويه بيس نتاعنا هذيك هي السوب حمراء فيها برشا طماطم، الخبز مبشمت فوقه مغيرفه نتاع قهوه مايونيز، ومن الفوق تحط جبن، الجبن اللي تحب عليه، هذيك البويه بيس نتاعنا، معاها الحويطه اللي في الكوشه غرني بشويه هكيك بحتى شيء اي سبنيخ بركه فوالا. وعندك الطاجين ملسوقه اللي انت باش تستغنى على البريكة اليوم، طاجين ملسوقه بالكروفيت ومعها سلايطه خضراء اليوم افيك دي طومات سوريز دي كارتي دو سيترون، مزيانه وحاجه هايله وحاجه فين وحاجه بنينه وطعم الفم. اليوم نعملوا فطور مشخشخ بالحوت وما يتكلفش برشا. صح وبشفي لك صح بشفي لك عندنا وقت نعملوا حاجه حلوه ولا لا؟ ديسير اليوم الوغ اليوم باش نعملوا اسمع باش نعملوا حاجه من القاع الخابيه، من القاع الخابيه على الاخر هي معاصم بالكريمه. ديجا رجعت توا رجعت هي شويه معاصم بالكريمه راهي من ايام زمان برشا برشا وبرشا ناس تنسيها، ديما نعملوا المعاصم باللوز، نعملوا المعاصم باللويح بكل شيء ما معاصم بالكريمه فوالا، نعملوا معاصم بالكريمه. تاخذ نصف لتر حليب عليهم اربع مغارف فرينه تحطهم سوغ لو فو طيبهم يوليو كي العسيده ما تخافش عليهم. العسيده البيضاء ما تخافش عليهم، وهذاك احنا هذاك المطلوب منا اللي احنا نحبوه. ها؟ هو هذاك الاوبجيكتيف نحبوها شويه، ما نحبوش عسيده عربي وما نحبوهاش جاريه، نحبوها في في, في ما بين البين، يعطيك الصحه حسين. من بعد ناخذ انت تفهم والله تبارك من الاول من الاول رمضان ضايع، اما تو تبارك الله عليك سبيا والله سبيا، وحتى البرود ولا يحبوا رجعهم ريت حسيت يحب الشربه الزعره ولا والبرود سيد تلقح تلقح ولا تصبر في روحك يا حسين. لا 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 سافا 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 الوغ عندنا قلت لك المعاصم بالكريمه نعملوا فوالا هذوما المعاصم بالكريمه صحيتك صيف برافو عليك، هذوما هما احنا اللي حاجتين بهم. الوغ هذوك بالكريمه ناخذوا الكريمه نتاعنا بالفصوص العظم نحطوا كل فصوص العظم وهي سخونه ما تخافش سيغ لو فو اي سي ان بو لي شو فهمت لي شو على كريمك اللي نعملوهم هذوك، احنا باش نعملوا لي شو بتاعنا عربي بتاعنا المعاصم العربي بالكريمه نحطوا لهم بعد حط شويه لوز في وسطها بيان دوغي اللي يقرمشك اللوز محمر ومضروب ولا شويه بفري ولا شويه فزلق انت وانت وش انت وش تحب خذك الكعبه المعاصم خذ كعبه البريك الورقه يلزمها كعبه كامله ريت المرضيه اللي مش كيما الاخرى خاطر نخافوا الكريمه تخرج لنا وتخرج في الزيت كي تتقلي راهو ما يجوش في الكوش باش نكونوا واضحين هذو ما يجوش في الكوش هاك عملنا اليوم عشان ريت انا نحاول نعمل كل شيء في الكوشه نحاول نعمل حاجه بركه مقليه باش على المعد وعلى الواحد يبدا واحد حاجه صحيه باش متقلق تبقى كل شيء مقلي بريك مقلي والحلو مقلي والسحور مقلي كل معنا نحاول باش نبعدوا على هذا الكل الوغ سي تري بيان هذوما المعاصم اللي عملتهم بالكريمه ومدورين ومن بعد تقليهم قلنا مدام راقي قلنا نحلوا الورقه كامله نحطوا فيه نرجعوا للروسيت نتاعنا نحلوا ورقه ناخذوا مغرفه معبيه بك الخليط هذاك اللي عملناه كاين انت تحب تخلط جو بريفير نو تهز شويه وتحط فوقك تحط فوق خيره فوق هكا باش يبدا ظاهر تبدا كوش كريمه وكوش فاكهه تدورها وتعملهم اللي دوات معاك كيما احنا المعاصم تاعنا ومن بعد تشدهم تقليهم بالكعيبه بالكعيبه القلي نتاعهم راهو دوغي مش كريم باش انت كيفاش مزيانه معناها خلينا نفسر لهم انه النار من الاول نسخناها الزيت يسخن من الاول وبعد نقصوا عليه وبعد نحطوا المعاصم نتاعهم ونقعدوا نقليو فيهم بالسياسه باش يقعدوا نتاعهم مزيان باش يطلعوا لنا في الاخر كيما هكا كيف هكا ومن بعد تضر عليهم شويه سكر كلاس ما غير بونتا ولا حاجه ليه قلت لكم طيبه العسل تغطسهم في العسل من بعد ما تقليهم يستقطروا تغطس في البونتا ومن بعد تهزهم يستقطروا وتدهن عليهم شويه فيكه من الفوق ولا شويه بيستاج والسكر كلاس راهو يجيش اون برانسيب الفو ميتر شويه فستق ولا شويه فيكه لوز وذيك هو سحورنا وصحه وبالشفاء للكلي يعطيك الصحة مدام راقية شكرا ليك يا لاله ان شاء الله دبارتنا بالنسبة لليوم تكون عجبتكم واذا كان عجبتكم دبارتنا تنجموا تخليوا لي كومنتير نتاعكم راهو زاد كيف كيف تنجموا تدخلوا شان يوتيوب بتاعنا الحياة فهمت تخليوا التعليقات بتاعكم على الفيديو لايف اللي يمشي ديجا على شان يوتيوب بتاعنا يعطيك الصحة مدام
شكرا ليك. شكرا. شكرا ليك مدام رقي. ان شاء الله بارتير من الاثنين ندخلوا في حلول العيد عاده. نهار الاثنين نبداو ندخلوا بشويه بشويه هكا نحضروا للعيد. ما عاد مازال وراك اللي 27 ان شاء الله. نهار الاثنين المنيو تاع اللي 27. عندنا نكملوا المنيو نرسموا وندخلوا في حلول العيد ونعملوا حاجه. عندنا برشا حاجات حلوه قبل من الحلو ومام تو نحضروها ليله راس العام. هو فما حاجه ليله 27 فما حاجه هي زمنيه تتكلم نعملوها ما نحكيهاش من تو. ستي تيون خليها سربريز للناس اللي يسمعوا فينا. شكرا لك مدام راقيه مرابط على المنيو تاع اليوم. اذا كان عندنا بالنسبه لليوم في شكون شاف الشيف؟ شكون شاف الشيف؟